اللي بتاكلوه اول يوم رمضان؟ امي بتعمل بط وممبار وحمام، وحماتي بتعمل محشي ورق عنب ومحشي كرنب ولحمه، وبتعمل لاسلام اخو جوزي وركين عشان ما بياكلش معانا اللحمه، وانا لما ببقى فاضيه يعني على حسب بقى، بس بصراحه يعني اكيد اكيد باكل عند حماتي اول يوم، باكل محشي وورق عنب وبتبقى عامله وراك لاسلام ولحم. وانت ما بتعمليش حاجه؟ لا انا ما بعملش. انت بتروحي على الجهاز بقى؟ بالظبط، عشان انا بشتغل. ايوه ماشي، شكرا. ايه الاكله اللي بتعملوها اول يوم رمضان؟ لا كتير، إيه مثلا نجرسكو اكتر حاجه بحبها بقى. بس دي حاجه غريبه، كله بيعمل محشي ومكرونه وبشاميل. لا احنا بنحب النواشف، ما بنحبش المحشي والحاجات دي، لا خلينا في البشاميل. يعني انتوا بتعملوا ايه بالظبط بقى؟ بشاميل. ماشي تمام، شكرا. ايه الاكله اللي بتاكلوها اول يوم رمضان؟ عامه يعني بناكل زي الناس كلها، محشي ورق عنب وكرنب والحاجات دي، وبط، المكرونه بشاميل او جلاش على حسب. يعني بتقضوا اول يوم فين؟ عند جدتي تحت، كلنا بنتجمع، انا عمامي ولاد عمامي كده، كلنا بنتجمع عند جدتي. ماشي تمام، شكرا جدا. ايه الاكله اللي بتاكليها في اول يوم رمضان؟ هو تقريبا بيبقى كل الاصناف، اللحوم اكتر، وماما بقى بتصنف لنا طبعا اساسي ورق عنب عشان انا بعشقه كده. يعني انا اكتر حاجه، اكتر اكله بحبها المحاش جدا، الورق عنب صراحه. في اجماع الورق عنب. طبعا، وبيبقى فيه بقى كل اصناف السمع، عصفور ولازم طبيخ، وطبعا عشان كلنا بنبقى صايمين لازم ماما تعمل كل يعني كذا صنف عشان اللي ما بيحبش ياكل ده كده. يعني بتقضوا اول يوم في البيت؟ بنتجمع مع العيله كلها، لازم كلنا نفطر اول يوم مع بعض، لازم الشهر كله بنفطر مع بعض. رمضان يعني اللمه. كل سنه وانتم طيبين، شكرا. ازيكم عاملين ايه؟ بتقضوا اول يوم رمضان فين؟ في البيت، احنا عند تيتا. بتاكلوا ايه اول يوم رمضان؟ محاشي بقى ومكرونه بشاميل وبطاطس باللحمه المفرومه، وبصي والملوخيه لازم تبقى على الترابيزه كل حاجه. طبعا محاشي، الترابيزه ما تكونش ترابيزه رمضان غير لما يكون فيها محاشي. اكيد طبعا. بيبقى في سمبوسه برضه انا اللي بعملها. جبنه ولا باللحمه؟ انا بعمل بالجبنه. ماشي شكرا. ايه اكتر اكله بتعمليها في رمضان؟ لا يعني اكتر اكله بحبها، ماشي، اكتر اكله بعملها دي صعبه جدا. صعبه قوي. اكتر اكله بحبها محشي ورق العنب والبط والملوخيه. هي دي اول اكله بتعملوها؟ ده بجد. اول يوم رمضان حضرتك بتقضي رمضان فين؟ طبعا مع العيله واخواتي وماما واهل جوزي، لازم كلنا كده نتلم ونعمل وليمه كده. ايوه طبعا، رمضان يعني اللمه. بتاكلوا ايه اول يوم؟ هو ده سؤال الراعي الرسمي بتاع اول يوم رمضان، المحشي والبط. ايوه طبعا. شكرا جدا. بتقضي اول يوم رمضان فين؟ اول يوم طبعا مع العيله، ودي حاجه معروفه اكيد. بتاكل ايه بقى اول يوم رمضان؟ الاكله الرسميه المحشي بقى والمكرونه بشاميل والحاجات اللي زي كده، والبط والرز بقى وكده. ايه الاكله اللي بتاكليها اول يوم رمضان؟ هي بتبقى عباره عن محاشي، بتبقى عزومات، بتبقى مشكله مكرونه، يعني حلويات، حاجات زي كده. بتحبوا تعملوا ايه بقى في رمضان؟ يعني بنعمل حاجات كتير. يعني ايه بنعمل ايه؟ الحاجات اللي انتوا بتعملوها يعني اول يوم رمضان. رمضان ده بيبقى عباره عن عزوم، عزومه بقى بتبقى لما بتبقى جميع انواع الاكل اللي تحبيه واللي مش بتحبيه هتلاقيه موجود. بس اوكي تمام، شكرا.